فنحن نأكل من ذبائح أهل الكتاب ما لم يذبح على النصب، قل باسم المسيح، لا هذا ما بصير تأكل منه، هذا موضوع آخر. أو خنقه كما في بعض البلاد يعتبرون الذبح بالطريقة الإسلامية تعذيبا للحيوان، فيخنقون الدجاج بالغاز، بيدخل له 1000 دجاجة فبده يقعد يذبح بسم الله والله أكبر بسم الله والله، قال لك فيدخل عليها إيش الغاز فتخرج ميتة، أو يغطسونها بالماء فبتنخنق. فأنت إذا أجاك دجاج من بلاد غير إسلامية فاحذر أن تأكلها، فأقل ما يقال أنها شبهة، أقل ما يقال أنها شبهة. وحتى إخواني في الله في الاستراحات هناك دجاج برازيلي ومنه ما يسمى سادية، ويعد في الاستراحات وأنت تذهب إلى العمرة، وبالتالي أقل ما يقال أنه شبهة. وعندما حصل معي وبفضل الله لا أكل من هذا المستورد من غير بلاد المسلمين أنه برازيلي، فدعاني أحدهم إلى طعام في إحدى الاستراحات، قلت له جزاك الله خيرا أحضر لي طبق بطاطا. قال شو شو يا شيخ، أنا دعيتك وأنت حبيبنا وصديقنا تطلب فقط يعني صحن بطاطا، طبق بطاطا؟ قلت لأن هذا الدجاج الذي عندهم دجاج برازيلي، وبالتالي مجمد جاء من غير بلاد المسلمين، فأقل ما يقال أنه شبهة. قال يا شيخ كلامك صحيح، لكن هذه الاستراحة بالذات تأتي بالدجاج السعودي وليس بالدجاج البرازيلي. قلت له لنسأله، فذهبت أنا وإياه لنسأله، فإذا به رجل أعجمي، رجل أعجمي لا يتكلم العربية إلا القليل، فقلنا له وأنا المتكلم أنت رجل صادق، أنت رجل مأمون، ولكن عندنا سؤال. قال إيش حبيبي صديقي إيش سؤالك؟ واحد نفر، قلت له فقط الدجاج الذي ستعده لنا ذبح أين؟ قال هذا سعودي. قلت مدام سعودي إذن هذا من بلاد المسلمين فأكله، لكن عندي طلب منك صغير. قال ما هو طلبك؟ قلت أن أرى الدجاج. قال هذا ممنوع ولكني سأوريك أنه دجاج سعودي. فأحضر الدجاج وإذا به سادية برازيلي. قال انظر سعودي، قلت له هذا سادية. قال سعودي ولا سادية؟ ما صديقي هذا سعودي، قلت له يا سعودي. فقال إذا زميلي طبقين بطاطا لعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نزلت على استراحات أثناء سفر البر في ذهابي إلى مكة والمدينة، ووجدت نعم هناك لحوم طازجة، ووجدت هناك دجاج طازج، لكن إذا لابد أن تفحص لأنه الأغلب شماله برازيلي، واللحمة هندي انديا. فتنبه إخواني في الله، طبعا أنا أنبه الإخوة لأني ذكرت لكم أنه أكثر، خليك معي، لأني ذكرت لكم أنه أكثر من 20 رحلة عمرة كنت مرشدا فيها، وبالتالي بفضل الله مكة والمدينة عندي مثل وسط البلد، عندنا في عمان أعرفها تماما وأعرف طرقها وأعرف أماكنها. وبعض الإخوة الموجودين لا شك أنهم أصبحوا الآن عندهم دربة ومعرفة.